الطواف لو نقض الوضوء في أثناء الطواف فما الحكم؟ إذا انتقض وضوء الطائف فإن الواجب عليه أن يخرج من الطواف ويتوضأ ثم يعود ويستأنف الطواف من جديد. هذا ما عليه جمهور العلماء، لأن من شرط الطواف الطهارة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إذا انتقض وضوءه وهو يطوف فإنه يستمر في طوافه ولا يلزمه الوضوء، لأن الطواف ليس من شرطه الوضوء. وما قاله شيخ الإسلام رحمه الله هو الصحيح، لأنه ليس هناك دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن الطواف تشترط له الطهارة. غاية ما فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام حين أراد أن يطوف توضأ ثم طاف، وهذا فعل، والفعل لا يدل على الوجوب. كذلك أيضا في حديث عائشة لما حاضت قال: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، وهذا لأن الحائض والحيض يلوث المسجد في الغالب، وأيضا الحائض لا تمكث في المسجد، وكذلك الجنوب لا يمكث في المسجد. ومثل أيضا حديث صفية أنها حاضت بعد الحج فقال أحابستنا هي؟ قالوا إنها قد أفاضت، قال فانفروا. فهو دليل على أنه لو كانت حائضا ما طاقت. فيقال الحيض غير الحدث الأصلي. لو كان الطهارة واجبة في الطواف لكان الرسول يبينها للناس، لأن كثيرا من الناس قد لا يكونوا متوضئين. فالأصل عدم الوجوب، وهذا الذي ذهب إلى شيخ الإسلام هو الصحيح وهو الذي نفتي به. لكنه لا شك أن كون الإنسان يطوف على طهارة أفضل وأحوط وأبرى للذمة، لكن أحيانا يقع شيء لا يستطيع الإنسان الشق عليه، مثل أيام الزحمات الكبيرة يحدث. لو قلنا اذهب وتوضأ، ذهب وتوضأ ثم رجع، ماذا يصنع؟ عجيب، ماذا يصنع؟ يستأنف ولا يبني على ما سبق؟ يستأنف. طيب استأنف في أثناء الطواف أيضا أحد، لأن معه غازات مثلا، نقول اذهب وتوضأ ثم ارجع وابتدي الطواف؟ قلنا نعم يفعل، ذهب وجاء ورجع ثم أحدث. وإلى متى؟ لأن الوضوء في أيام الزحمة شاق جدا. أول متى يتهيأ الإنسان أن يخرج؟ ثم إذا خرج متى يجد المكان، مكان الوضوء خاليا؟ ثم إذا توضأ ورجع متى يحصل له أن يدخل؟ فكون نوجب على عباد الله شيئا ما ليس فيه دليل واضح من الكتاب والسنة مع هذه المشقة العظيمة، الحقيقة أنه لا يصوغ، يعني يجد الإنسان نفسه غير مباح أن يوجب على عباد الله مثل هذا الشيء بدون دليل واضح. نعم لو كان أمر سهلا مثل أيام عدم المواسم يخرج ويتوضأ ويرجع ويعود يعيد الطواف، هذا أمر سهل، نقول الأحوط أنك تفعل هذا. على كل حال، الذي نرى ما رأه شيخ الإسلام رحمه الله أنه لا يشترط الوضوء للطواف،